الله يسلم. احنا عارفين انت بتحفظ القرآن وشاطرة وفي المدرسة، انت في سنة كام دلوقتي؟ فصل واحد، في سنة ثالثة. سنة لسه فصل واحد. انا المفروض دلوقتي طبعا انا زمايلي في سنة اولى اعدادي، بس انا في سنة ثالثة. انت حافظة قد ايه من القرآن الكريم؟ حافظة جزئين لسه، تالت سورة وخالص الجزء التاني. ان شاء الله يا رب عبال ما تتم القرآن كله بإذن الله. يا رب يا رب. إيه، انت عرفتي ان في علاج متوفر، نفسك تتعالجي يا حنان؟ تقولي ايه للناس كده اللي بتشوفك كده؟ انا بدعي لهم بشرهم بالرضا بجنبي، ربنا يرضى بجنبه، خير عيالي يا رب، ما يحرجش حد يا رب، واستشعر المرضى يا رب يا رب، ربنا يشفيك يا حبيبي. طب عايزين نسمع بقى منك كده يعني تلاوة قرآن كريم، لو تقدري ولا مش تقدري؟ عايزة بدل الشهادة أدلة أكثر. يلا صوتك عشان الناس تسمعك كويس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وأنتم عبدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، وأنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ريان ما شاء الله، وبإذن الله يا رب عبال بقى ما تتم ال 30 جزء كلهم بإذن الله هنصور معاكي، وأنت يعني بإذن الله يعني ربنا يتم شفاكي بخير، وكمان حافظه القران الكريم، حافظه جزئيه ان شاء الله. طيب هرجع تاني لحضرتك، يعني لو تكلمنا عن حنان يعني وحرصك للتعامل معاها، انت طبعا يعني زي ما ذكرنا كان في قبل كده اخواتها، وكنت عارف يعني المرض ظروفه ازاي وصعوبته ازاي، فلو تحكي لنا بقى انت يعني ما شاء الله يعني حنان والتعامل معاها ازاي؟ حنان انا بتعامل معاها اليوم بصلي، انا بصلي الفجر وباجي، بتقوم بتصحى يابا شيخ، لما اظف كلمه بعملها حمام واغسل واغسل لها واكلها واشربها، بس بالليل بقى ما بعرفش انايا، الجنب دي بوجعها، الجنب الثاني بوجعها، على ظهري اعدلها مش عارف ايه، هو بقى نمت ساعه في الليل يبقى ربنا كرمني والحمد لله، وهي دي معاملة حنان والحمد لله، وهي الحمد لله هي بتحب ابوها وانا بحبها برضو، عشان خاطر ايه ربنا حدش ضامن في نفسه حاجه، يخليها لك يا رب. الله يصلح حالك، بقول لك بقول لك بموت فيه والله، ربنا يشفيك يا بنتي، ربنا يخليهولك يا رب. انت عارفه ان الاب والام دول احلى حاجه في الدنيا، يعني انا نفسي ربنا يشفيها لي، نفسي ربنا يشفيها لي، نعمه في الدنيا ماما وبابا. انا نفسي نفسي والله بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا نزل الدواء وهو عليه الدواء ان شاء الله يا رب، وربنا يشفيها ويشفي كل اللي زيها يا رب. تحب تقول ايه للناس اللي بتشوفنا؟ احنا في ناس كتير بتشوفنا وعماله تدعي لها بالشفاء، تحب توجه لهم رساله من خلال اليوم السابع؟ زي ما انت ذكرت ان في حساب بنك هيتفتح لحنان بكره ان شاء الله باذن الله، فلو تحب يعني توجه الرساله. بحب اشكر اي حد يقف جنب حنان بنتي واللي زيها برضه، ويدوا له الصحه ويشفيه ويشفي كله في شر المرض، وربنا 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 يبارك فيهم يا رب، وخليهم عشان خاطر بيقف جنب واحده مريضه، واللي بيقف جنب المريض ربنا بيكرمه ويكفي شر المرض ويشفيك ويكفيك شر المرض ويشفي شر بلاوى الدنيا كلها، وادوا له الصحه يا رب. ربنا يكتب لها الشفاء يا رب ويعوضك بيها خير يا رب. ربنا يشفيها لي، بس انا نفسي تسحف تعمل حمام وتاكل، بس دي اللي انا طالبه من عند الله سبحانه وتعالى، والله ما عاوزها تمشي، بس تسحف وتعمل حمام مش انت تعتمد على نفسي، دي اللي انا طالبه من ربنا والله والله. انا عندي 54 سنه، انا عشت السنه دي مش هعيش السنه الجاي، والاعمار بيد الله، ما حدش عامل ضمن عمره، ودي ولي دي ولي، انا يعني العيال هات كان قلبي جامد عليهم الصبيان، لكن دي ولي وبني ادم تقي، بني ادم تقي، اخواتها انطقوها مره مش هتقعد تاني مره عشان دي اخوات، لكن انا ابوها ولا امها، لو دي لازم لازم عشان خاطر دي، لو هات ايه مش 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 هتعمل فيها حاجه عشان انا ابوها، وانا بطلب من ربنا والله، بصلي وبدعي لها بقول لها يا رب يا رب اشفيك يا بنتي، وقف لك ولاد الحلال اللي يقفوا جنبك يا بنتي، واشفيك واعافيك والله العظيم، دي في صلاتي والله والله ما بكذب، وبطلب من ربنا سبحانه وتعالى الشفاء من عنده، الشفاء من عند ربنا ما يعلم الله. الله يكرمك الله يكرمك. طب يا حنان انت نفسك تخرجي كده وتمشي على رجليكي؟ ان شاء الله باذن الله يا رب. بابا بيدعيني بابا نوت عيال بدري يا مصر، وانا بخش عيطين
ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لك الشفاء يا رب العالمين، ونشوفك اجمل عروسه في الدنيا ان شاء الله، وانت كمان وحافظه القران باذن الله رب، يعني اجمل حاجه ربنا اداها للانسان في الدنيا هي حفظ القران. تلقائي مش بتقرا وبتكتب، انت حافظه القران والله، واحده بتجي لها بتسمع ليها وهي بتحفظ والله من نفسها، ما بتعرفش ما بتقدرش تمسك القلم ولا ومش بتقرا، هي بتحفظ قصه القران من دماغها. ربنا يبارك فيك. الحمد لله يا رب.